مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن احمد، سيلز تيم مانجر من شركه نيو ستار. النهارده انا جاي اقول لكم مشروع هو لسه نازل السنه دي، بس المطور بتاعه شركه كبيره عندها سابق اعمال، عندها كذا مشروع، شركه سمعتها حلوه بتدخل في مشاريع تنجحها. ومشروع النازله بيه دلوقتي هو مشروع صافيه في راس الحكمه. كملوا الفيديو هعرفوا كل التفاصيل الخاصه بالمشروع والخاصه كمان بالشركه مالكه ومشروعهم القديمه. طيب في البدايه خلينا نتكلم مين هي الشركه مالكه. الشركه مالكه هي شركه الجزار اللي هو صاحبها نادر الخزان. الشركه دي موجوده في مصر بقى لها اكتر من 50 سنه. هم كانوا بيشتغلوا زمان في مجال المزادات والانشاءات والاستشارات الهندسيه. الشركه دي دخلت الماركت من 5 سنين تقريبا في المجال العقارات، بس في خلال الفتره القصيره دي الشركه قدرت تعمل نجاحات كتيره جدا، قدرت ان احنا بقينا نشوفها منتشره في حاجات كتيره جدا، منتشره في كذا مكان، تمام؟ ومشاريعها كلها بنلاقيها مبنيه من غير ما الشركه تبدا فيها بيها اصلا. طيب اول مشروع اليوم كان ايه؟ كان مشروع اسمه جوه اليوبلس مصر الجديده في شيرتون على شارع النزهه على طول في ظهر سيتي ستارز. المشروع ده النهارده واحنا معديين على شارع النزهه بنلاقيه كله مبني، لان هو كان عاملين ابراج ارض 11 تور والارض كله كوميرشال. النهارده الابراج دي كلها مبنيه بالكامل دلوقتي. بعد كده راحوا التجمع الاول على 90 على طريق السويس، خدوا ارض جديده 100 فدان وعملوا كومباوند اسمه كريك تاون. كومباوند عباره عن فيلات وشقق، والكومباوند ده برضه مبني دلوقتي بالكامل وخلاص بيسلموا فيز 1 السنه دي، وفيز 2 هيسلموها كمان سنتين. بعد كده راحوا مشروع في مصر الجديده في شيراتون اسمه ستودا. كومباوند كلنا بنعدي على شيراتون بنلاقي كومباوند مبني بالكامل ومتشطب وجاهز للسكن، ولغايه دلوقتي محدش يعرف هيفتحوا فيه بيع امتى وهيبيعوا بكام، لان الشركه بتبني بسرعه جدا من غير ما تحتاج فلوس من العملاء عشان تبني بيها. ليه؟ لان الشركه دي داخله شراكات كتيره جدا مع الجيش، يعني هنلاقي كل المشاريع كلها شراكه مع الجيش. الجيش بيساعدهم، هم بيبنوا بيبيعوا بيسلموا بيشغلوا بيديروا الصيانه بيعملوا كل حاجه، وده اللي مخلي الشركه ناجحه ومنتشره الفتره اللي فاتت بجزء كبير جدا من الحاجات اللي بتنزل بيها. طيب عندها ايه مشاريع بعد كده؟ هي النهارده عندها كومباوند على 90 الجنوبي قدام هايت بارك على طول، كومباوند عباره عن 158 فدان عباره عن فيلات اسمه ذا كريست. وعندها كومباوند دلوقتي واحنا ماشيين على طريق المشير قبل ما نطلع 90، في هناك كومباوند بتبني مبني بالكامل، ولحد دلوقتي محدش عارف هينزلوا بيها بقى امتى وهيسلموه ازاي وهيسلموه بعد كام سنه، محدش يعرف اي حاجه. لكن برضو ده مشروع ليهم هم مبني بالكامل عند اكاديميه الشرطه، جنب اكاديميه الشرطه على طول قدام هايبر ماركت لولو، في كومباوند هناك بيتبني دلوقتي وفي جزء كبير جدا مبني منه اسمه زفل، ده برضو مشروع ليهم. شوف انا كلمتك في كذا كومباوند، كذا كومباوند دخلوا فيه انشات وخلاص بنوا ولغايه دلوقتي ما فتحوش في بيع. ده يدل عليه على قوه الشركه ان هي عندها ملاءه ماليه كبيره جدا، تمام؟ ويدل كمان ان الشركه مش محتاجه فلوس من حضرتك عشان تبني، ويدل كمان ان الشركه بقت خلاص تثبت نفسها، شركه بقت منتشره في كل حته وبتبني في كذا كومباوند، وحتى الاراضي اللي بتاخدها اراضي في اماكن سعر المتر فيها غالي جدا، تمام؟ فالنهارده الشركه دي انا بشوفها ان هي نزلت سمعتها حلوه ومحدش بيشتكي منها خالص، ما عندهاش تاخيلات، ما عندهاش مشاكل، مفيش كلاينت اشتكى لي منها خالص. طيب مشروعهم الاخير اللي هو نزلوا بيه في الساحل دلوقتي ده يعتبر اول مشروع ليهم اسمه صافيه، وده اول مشروع ليهم في راس الحكمه. مشروع صافيه هو في اول راس الحكمه جنب اطمي كوست وجنب قريه سولد بتاعه تطوير مصر، هم بالظبط في كيلو 186. النهارده المشروع ده يعتبر ما بين سيد عبد الرحمن مدينه العالمين الجديده وما بين مدينه راس الحكمه الجديده اللي الامارات خارتها ودخل فيها انشاءات وهتطورها تبقى مدينه سياحيه عالميه، فالنهارده يعتبر في السن. وبلس ان انا بحر راس الحكمه يعتبر مصنف من احلى البحار في العالم، وعشان كده الامارات دخلت خارت ارض هناك عشان هي عارفه المنطقه دي جامده جدا ولها مستقبل وتعرف تكسب من وراها كتير جدا، تمام؟ طيب مشروع صافيه ده احنا بنتكلم في مشروع 180 فدان، المشروع ده عرض البحر 750 متر، عمق القريه كيلو، واللي عامله ماستر بلان رائع فعلا، عامله ماستر بلان حلو جدا جدا، لان مخلي كل اليونتس فيلات شايفه البحر، شاليهات شايفه اللاجونز، وكمان في حاجات شايفه البحر. النهارده الشركه بقت جزء كبير جدا من المشروع ده، النهارده احنا بنلاقي 1 بيدروم، بنلاقي 2 بيدروم، بنلاقي 3 بيدرومز، عندهم انظمه دفع بتوصل لغايه 8 سنين، بلس ان الماستر بلان فعلا يا جماعه حلو جدا، وده يعتبر احسن ماستر بلان نزل السنه دي في راس الحكمه. طيب ايه الخدمات اللي الشركه بتوفرها؟ احنا عندنا على البحر بيتش كلاب هاوس، عندنا نادي اجتماعي فيه كل الملاعب، البادل، الكوره، الباسكت بول موجود جوه الكومباوند، بلس ان احنا هيبقى عندنا فندق 5 ستار، وهيبقى عندنا منطقه كوميرشال اريا على الطريق فيها كل حاجه، الميديكال سنتر، السوبر ماركت، الصيدليه، البنوك، منطقه كافيهات ومطاعم،
غير بقى اللاجونز اللي في منطقه الشلالات، غير بقى الجزء اللي على البحر 750 متر، بنتكلم شاطئ رملي بالكامل ما فيهوش جزء صخري جزء رملي، وممكن ابعت لكم فيديو من البحر تتفرجوا عليه. حد يجي يسالني دلوقتي عبد الرحمن المشروع ده كان اسمه زاشور صح؟ اقول له اه فعلا ده فعلا كان اسمه زاشور، المطور صاحب ارض زاشور كان بايع كان واعد العمر ان هو يسلمهم، بس حصل تعثر معرفش ان هو لا يسلم ولا ان هو يبني. فالاراضي اللي زي دي بتروح فين يا جماعه؟ بتروح لهيئه المجتمعات العمرانيه، لان هي هيئه المجتمعات هي ليها اكسس على اراضي الساحل كلها، وهي اللي بتتباع عن طريقها دلوقتي تمام، بدل ما كان زمان كانوا بيتباع عن طريق العرب. فالنهارده هيئه المجتمعات خدت الارض دي وبعتها لشركه الجزار تمام، وشركه الجزار النهارده الناس اللي كانت شاريه قبل كده مع الزاشون بتظبط امورهم دلوقتي، وخلاص الموضوع ده انتهى واتحل بنسبه كبيره جدا، وسووا امورهم بالكامل، ان الشركه الناس القديمه خلاص عملوا عقد جديد مع شركه الجزار وهيستلموا من الجزار، ما عندهمش اي مشكله خالص. طيب ايه النهارده الموجود في الشركه مع الجزار في مشروع صافي نقدر احنا نشتريه؟ عندهم 1 بيدروم ستارتنج من اول 72 متر، بنتكلم في بادجت حوالي 6.5 مليون. عندهم 2 بيدروم ستارتنج من اول 10.5، عندهم 3 بيدروم، عندهم تاون هاوس، عندهم توين، وعندهم ستاندرد تمام، وعندهم انظمه الدفع بتوصل لغايه 8 سنين بمقدم 5% والدليفري بعد 4 سنين. طب انتوا تعرفوا التفاصيل اكتر، حابين نتكلم، حابين اشرح لكم المشروع، حابين ابعت لكم ماستر بلان وفيديو البحر، هتلاقوا ارقامنا ظاهره لكم على الشاشه. وانا النهارده كنت معاكم عبد الرحمن احمد سيلز تيم مانجر من شركه نيو ستارت، اتمنى اكون قدرت اساعد.